كان جو، كان جو باهي معناها بين الكبار والصغار. جو على الاخر، بالاخص بالاخص الاحترام. ما فماش، مش معناه كيف توا حاليا، فما احترام. قلت لك احنا نعيطوا قبل سي فوزي سي عادل. قول له سي فوزي. اي ما يعجبكش. تكسر السي. ما فماش يا اخي فوزي يعجبكش، 50,000 في المنزه يبدو عيطوا يا فوزي باش انا فهمت. وحتى في الانترينمون ممنوع باش تمشي تاكل مع فوزي ولا طارق الطيب ولا ذا ما فهمتش. هما يقولوا لكم لا ولا. لا مش ما تنجمش انت صغير. تحشم. اي تحشم. تحشم باش تاكلي. اي حتى باش تفكها يلزم واحد يكون ذكي فهمت. فهمت. شنو هما لي كوليس اللي صاروا في الفتره هذيك في الفيستير تاع الكلوب معناها اللي قالوا لك في بالك ما يتنساوش؟ في الفتره هذيك قعدت فما حاجات ما يتنساوش اللي معناها الشخصيه نتاع الملاعبيه الكبار ديما عندها قيمه كبيره فهمت. شخصيه فوزي معناها شخصيه عادل، شخصيه طارق الطيب فلت هذاك جانا طارق الطيب كيف كيف، نبيل كوكي على مستوى عالي، جمال الدين الامام اللي كنت مبات معاه علاش ديما نحكي عليه، ديما مبات معاه فارت شامبر معناها كان لي شرف ووقتها صعيب باش يكمل كوره وانا كان ديما ينصح فيا معناها عبيد على مستوى كوره وحتى الكروين ملاعبيه كبار برشا جمال ولا فوزي ما شاء الله. جمال الدين الامام من احسن ملعب صحيح صحيح. بيه اول دربي عبد السلام ما يتنساه ظهر اول دربي وانا صغير جمعته ظهر لي قبلها بجمعه ظهر لي مش اي ملاعب تصير له هكا فاز خلوتها صحيح خلوتها وقتها ما نكذبش عليك صارت لي وقتها فازا كنا نقعدوا في السيزار في عليسه معناها في المنار ايش هذا ذا؟ ها؟ ايش هذا ذا؟ في القهوه حاسيلو تعرف معناها شباب مخلطه وكذا بديت تشوف في روحك شويه وقتها تغلط في روحك تاع الكلوب انا غلطت في روحي ومتعرفش معايا كيفاش برشا برشا غلطت في روحي برشا وهذيك من الاسباب معناها اللي وقتها معناها فتره فهمت شنو صار؟ صارت مشكله وقتها انا وانا مولى القهوه مولى القهوه يظهر لي يخدم في الامن وقتها كلم لي جماعه وكذا جاوني بوليسيه ظالم ولا مظلوم؟ الحقيقه تو تعديت الحكايه عند عوام انا مانيش ظالم اما حبيت نوري روحي زعمة زعمة فهمتها العباد بدات تعرفك وقتها زعمة زعمة تعرف ماني قلت لك صغر وكذا الحقيقة ذي فهمت فهمت تعركت انا ومول القهوة وهو كادر يدور لي في الامن عيط لي جماعة وكذا وكذا وانا بطبيعتي وقتها مع النادي الافريقي وكذا تعركت انا لبرا انا حسيت وانا وقتها انا واصحابي حسيت اللي معناها كليتها انتلت وكذا تعاركنا فهمت انا والامن يجوني وقت على الموتورات كذا صارت مناوشه بالايدي فهمت وتطورت شوي برشا تطور تطورت توقفت توقفت نهارين ظهر لي نهار توقفت نهار توقفت نهار نهار الثلاث نهار الاربعاء عادوني طول الاستاد زويتن وقت شو منين ها منين طول بوشوشة زويتن للماتش لا للانترينمون 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 فهمت وقت الدخل اللي فيه معناها للأمانة سي صالح الثابتي واللي معناها كان معناها السيد معناها باش نقولوا الله يرحمه معناها السيد معناها ما نعرفش وكيل جمهورية مدير إقليم وقتها ما نعرفش اسمه اللي هو معناها توفى الله يرحمه إن شاء الله في الجنة هو معناها اللي كان معناها كذا ما أثرت شوية عليك في الماتش عملت ماتش باهي وقتها ظهر لا عملت ميتون باهي لكن إي ما كملت ما كملتش ماتش عملت ميتون باهي لكن فما أسباب اللي هي بصراحة معناها اللي هو تو ولا صديقي معناها ولينا أصدقاء معناها ودربني بعد اللي هو صوفيا الحيدوسي معناها فهمت كان الكورة ما يتعداش بيناتنا وقتها هو مازال كي طالع فهمت وكذا كان مدرب مساعد للسيد مراد محجوب اي ومراد ماني قلت لك معناها أرجع معناها الكلام قلت لك راهو على مستوى عالي أخلاقيا ومعناها كمدرب عظيم لكن ماك تعرف والمسؤولية علاش ما يتعداش الكورة؟ ما يتعديش سبحان الله فم واحد انا ماك تعرف الدنيا اخوات راه فهمت اي بس صارت حاجه بيناتكم كلمك جاوبت عليه حاجه مش من الله فالله معناها نتصور صحيح عندي قصه معاه في الليجون اش عمل لك اش عمل لك؟ بون تعاركت انا وياه في الليجون اي علاش؟ على بون انا ملي مشيت معناها ندير فيقي نكور معناها ما قعدتش على البنك جاي هو حطك على البنك زعما زعما فهمت فهمت زعما زعما يحب وصارت وقتها كيف كيف تطورت الدنيا وبقى هو شادها وانا كيف كيف ما نسيتش لكن بعد فهمت رانيني في شباب في جريده توزر في الآ وانا كنت قائد فريق وصلح فما حاجات عملهم معايا صلح بها الموقف وانا كيف كيف ما عادش بيناتنا شيء فهمت وقتها قلت لي خرجت علاش هو حب يخرجك اكسبري على الفاز هذيك بالعاني معناها
معناها هي وقتها معناها صارت بيناتنا معناتها حب يحطك في ثوب انك ما ماتش باهي هكا وانت كان ترجع تو للماتش للدربي تنشوف هو الاسبيرونس في ربح اثنين بلاش وقت اثنين بلاش ميتون قداش وقتها ميتون يظل لي واحد بلاش واحد بلاش وقتها الاسبيرونس معناها ما تنساش الاسبيرونس معناها اسلام راهو اليوفي ما تربحهاش الاسبيرونس وقتها كان دي تراوري وعلي الزيتوني عبد على موس باش تحارب وقتها لكن انا في الميتون ذاك وقتها لا غالب ماك تعرف اسمع انا توا كي وليت مدرب وليت معناها مدير رياضي ولا كذا تتحسها تعرف كيفاش علاش وفهمت برشا كواليس فهمت فهمت علاش ما كنتش محبوب في الكلوب هذيك هي علاش هذيك هي خاطر انا كان ترجع لكلامي ديما بالدليل انا بابا ما يعرفش الكوره ما يتبعش كوره ما يجينيش للبارك بابا ما يعرفش والله بالحق ما يعرفش الكوره الله يرحم الله يرحم بار كونتر فما برشا اولياء وديما ما نحبش معناها نسمي يجيو للمسؤولين وكذا فهمت انت سينيور تو ما عادش فيها اولياء لا شنو ليه؟ ليه موجودة اسلام؟ شنو فما جمهور يقيم فما شنو؟ اسلام موجودة الكلوب عليها العينين صحافة ميديا شنو؟ اسلام موجودة تو انت في الاسبيرونس تو في الليجون نسمعكم معروفة في الليجون اسلام في الاسبيرونس تو وفي الكلوب ما فماش اولياء تدخلوا في الليجون في السينيور انا هذه منك اسمعها تو في الليجون اوكي نقول لك اوكي تسمعها مالا من عندي انا في السينيور زاد تسمعها من عندي انا في السينيور فما راهو مش من اللي شرطي هي يكور راهو يبدا في الجروب طلعوا في الجروب يبدا في الجروب في العشرين في الاثنين وعشرين في المقابل في المقابل برشا حاجات في المقابل فلوس سي نورمال هذا في الكلوب والاسبيرونس موجود اليوم موجود موجود هذه اللي حكيت الكل في الاتوار كلام مباراه والا عندك عندك شفت حاجات على عينك موجود انا عشتهم وقتها انا عشتهم فما شكون راهو اعطيه يقعد في ليكيب سينيور بركا اعطيه يقعد ما يكورش عام عامين في ليكيب سينيور عنده كونترات وباش يترنى ويروح. سينيور باش يترنى ويروح معناها كي نحكي لك حاجه اسلام شوف وجهي ما نكذبش في الامور هذيا موجوده حاليا موجوده الحكايه هذيا. وقتها شنو صار؟ ها؟ وقتها شنو صار؟ علاش انت ما كنتش محبوب؟ انا ما كنتش فما مسؤولين معناها اقرب للمرحوم شريف بلامين ما يحبونيش، كنت نتكلم انا اسلام فهمت؟ كنت عرعور معناها فهمت؟ اي تلوم على روحك شويه برشا لوم على روحي خاطر انا كان جيت مسارقي كيفهم برشا وكذا انا ما لقيتش شكون وقتها ما لقيتش انا شكون علاش قلت لك بابا معناها ما يعرفش الكوره ما لقيتش انا شكون ياثرك ولا ما لقيتش تنجم تكون انت معناتها ما تسكتش على حقك ما تقدرش تسكت على حقك لكن تنجم تقولوا من الناس اللي تشري المشاكل يكون البلا متعدي من غير تعيط له تنقز عليه كي نشوف مسؤول ساعات اسمع راهو ملاعبي ساعات يحس كي تشوف كيفاش يعامل الملاعب هذاك وهو في ندك فهمت وتشوفه مع ابوه كيفاش وانا ما عنديش سند وقت عندي كان ربي بالطبيعه تولي تحس تولي تفد شويه فهمت علاش كيفاش واللي انا مضحي زاده وعاطي لونترينمون وعلى فكره اسلام انا برشا ناس ما يعرفوش راه طبيعتي الفساد والوسخ ما عنديش من الصغر عمري ما حطيت سيجار ولا حكيت هذيا راهو فهمت معناتها كنت منضبط ما نعملهمش صغير وقت قلت لك صغير بالكل جات فترة وقت صغير عملت ولا اختفت ولا كذا لكن بعد في النادي الافريقي تعرف كي تمشي معنا النادي الافريقي وانت صغير مدرسة وكذا باش تمشي زيد ليه ما عنديش فقط مشاكل نتاع مشاكل عالك وحدك كما هكا من ناحية نجم يكون هذا ما خلاكش تكمل في الكلوب انا كان صبرت شوية في النادي الافريقي راني كان صبرت شوي كنت تتبدل الدنيا انت ما صبرتش ما صبرتش خاطر نحب نكور نحب نخرج نكور كنت سو كونترا كي خرجت سو كونترا وقت عام قداش؟ كيف كيف التاريخ راه ما تشدش ما تشدش مخ شكون كان يلعب وقتها؟ وقتها انا ومحرز بن علي وكريم السعيدي انا ومحرز بن علي في اللاكس وكريم السعيدي وليد الغول لكن اخلطنا على النجوم الاخرين اللي مشاو كان صبرت كنت تفك بلاستيك معناها كنت فوق بلاستي هي انا ما صبرتش ما صبرتش وخرجت الحادثه نتاع ما ترابلسي فكر لك راه بعد ربي كنت موجود وقتها انت لا 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 هذيك بعد انا خرجت من بعد